الأول هو أنت تمام، يعني إحنا بنتكلم في حالة، أول حالة هي حالة دايفرتيكولم، بس ده فرقه. لو كنتوا تفتكروا إن في حالة الأسبوع اللي فات كان اسمها هاتش دايفرتيكولم، كان اللي هو بيلاترال على الناحيتين. كان كونجينيتال دايفرتيكولم اه موجود على الناحيتين، موجود في الفيزايكو أو على المكان بتاع الفيزايكو يوريتيريك جانكشن، صح؟ تمام تمام طيب أنا جبت لكم الحالة دي المرة دي عشان ديت حالة أكوايرد دايفرتيكولم، يعني زي ما في كونجينيتال وبيبقى ليه خصائص وكرايتيريا معينه ان يبقى موجود في اماكن محدده وموجود اولموست بايلاترال، لا انت عندك في حاجه تانية اسمها اكوايرد دايفرتيكولم، المفترض انه ما بيبقاش متقيد بمكان واحد، والحاجه التانية ان دائما بيكون بسبب البلادر اوتلت اوبستراكشن اللي تمام غالبا في اغلب الناس بتبقى موجوده بسبب البناين لارج بروستاتيك بروستيت. هايبر بليز او اللارج بروستيت اللي هي موجوده في الصوره دي ومعاها كالسيفيكيشن. فانا جايباها عشان بس يبقى ده اكزامبل تاني لنوع تاني من الدايفرتيكولا اللي هو الاكوايرد تايب، تمام؟ بس يعني هي ما فيهاش حاجه اكتر من كده. طبعا الدايفرتيكولم دوت بيعرف بحاجتين، اي دايفرتيكولم في الدنيا المفترض ان بيكون فيه ماوس كده او فيه تراك بيكون ما بين اليورينري بلادر اللي هي الاساسيه وما بين الدايفرتيكولم الموجود، والحاجه التانيه لو انا صورت متاخر شويه في الاكسكريتوري فيز فالمفترض ان انا اشوف الصبغه اللي موجوده في اليورينري بلادر موجوده برضو في الدايفرتيكولا، تمام؟ بس هي ما فيهاش حاجه اكتر من كده، ماشي يا دكتور عبد الحميد؟ طيب تمام 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 ماشي. اميره في اميره بقى تتجهز في اللي وراه. ماشي يا ماشي دكتور. ماشي، اتفضلي امير. بصي هي ديت سيريال في السيتي في كذا فيز، يعني المرحلة دي مرحلة قبل الصبغة، دي مرحلة الارتيريال أو في بداية الصبغة مثلا، وبعدين دي المرحلة في الإكسكريتوري. حلو، تمام. إيه اللي أنت شايفاه بقى؟ انا بس بحاول اكبر الصورة، مش عارف. هو اللي انا ملاحظاه ان ما فيش، يعني الكدني مش واخدة كونتراست في الفيزس، لا هي مش دي مش الكدني، يعني انت لو بتتكلمي على دول فدول الصوص، ده الصوص دول الرايت ودي الصوص الليفت، وان ده اليوريتر اليمين وده اليوريتر الشمال. ما انا مش شايفة برضو فيزز، يعني مش شايفة حاجة كدني واخدة كونتراست اصلا. طيب هو احنا بنعرف ده مناقشة جميلة جدا. انت بتعرفي الفيزس مش من الكدني لوحدها، صح؟ بنعرفها تمام. من الكدني وبنعرفها من اليوريتر ومن اليورينري بلادر، صح؟ صح طيب كده، انا عندي هنا في حاجه منوره هنا ومنوره هنا او جزء الرايت منها، يوريتر. ده اللي رايت يوريتر وده الرايت يوريتر وده الليفت يوريتر. حلو، ايه فرق الليفت يوريتر من الرايت يوريتر بالمقارنه؟ الرايت يوريتر دايليتد، والكونتراست ماشي في جزء منه بس مش في كله. طب وبقيته؟ بقيته عبارة عن إيه؟ بقيته يعني ده الجزء اللي فيه صبغة، الجزء اللي ما فيهوش صبغة ده عبارة عن إيه؟ سوفت تيشو دينستي. ده ممكن يكون حاجة ليجن، يعني سوفت تيشو ممكن ده، يكون سوفت ده تيشو مثلا، دي، ها؟ ايوه ممكن يكون يوريسيليال تيومر مثلا. الله ينور عليك. هنا ده يجرني لسؤال تاني، طب فرضا إن ده لو عيان بيشتكي ان عنده، مش ممكن دي تكون بلاد كلوت، صح ولا مش صح؟ يعني التفكير المنطقي يقول لك الحاجه اللي ممكن على موجوده حسب في الهيستوري يوريتر بتاع الحاجة. ان ده ممكن يكون عيان مثلا حتى لو عنده ترانزيشنال سيل كارسينوما انه جاي لك بهيماتوريا، وممكن تكون دي بلاد كلوت، صح ولا غلط؟ صح. صح، ممكن. طيب نعرفها ازاي؟ تمام. نعرفها ازاي؟ انت عندك دي المرحله اللي قبل الصبغه، ودي مرحله الارتيريال، ودي المرحله الاكسكريتوري، تمام؟ فانا عندي هنا يوريتر المفترض ان هو واسع بس كده ومش قادره اميز ملامحه في الحاله اللي هي او تمام. المرحله البري كونترست. لما جه اخذنا الارتيريال فيز بقى في حاجه كده زي سوفت تيشو وواخده انهانسمنت شويه، لو جيتي قارنتي بيها هنا من هنا، لو هي هيماتوما تمام. مش عمرها مش هتاخد صبغه، صح ولا غلط؟
لو هي هيماتوما مش هتاخد صبغة. هي هنا خدت، يعني هنا واضح الفرق من هنا لهنا صح؟ يبقى انا بتكلم على سوفت تيشو ليجن اللي هو نيوبلازم، فيبقى عندك اول بوسيبيليتي اللي هو تمام ترانزيشنال سيل كارسينوم، يبقى التفكير بالطريقه دي. ماشي يا اميره، تمام برافو برافو عليك. ماشي يا دكتور، ماشي اللي وراها. شكرا لك. العفو حبيبتي. شوفي مين اللي ورا، اللي وراها مين؟ اللي وراها اروى. اروى الو، اروى ايوه دكتور، اي يا اروى، ايوه زي حضرتك. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ شايفه ايه الحمد في لله يا الحاله دكتور. دي يا اروى؟ شايفه ايه في الحاله دي؟ هو في فيلينج ديفكت في اليوريني بلادر، او ثواني، هو في ترابيكليشن يعني على اليوريني بلادر من الأول ترابيكليشن، صح؟ سيستايتل الأول هو ده فحص إيه؟ اي في بي ولا لا بصراحة مش عارفة يا دكتور، مش عارفة. حلوة المناقشة دي، حلوة مش هتنسيها. أنت عندك تمام، ده فحص اللي موجود فيه ده إيه؟ أنا سيستو، عندي يورينري بلادر تمام؟ اللي هو وعندي سيستو جراند. الله ينور عليك ده تمام، أسندنج سيستو تمام، جرام. أسندك سيستو لينا جراند، مش عارفة. لينا كبار او صغيرين، المفترض ان انت بتبص على الفحص اللي هي الفحوص اللي هي بتاعه الصبغه الديناميك. تمام، والله لو انا لمحت قسطره تحت يبقى انا بتكلم عن صبغه انتروديوسد ايه؟ انتروديوسد ريتروجريد مش انتي جريد. تمام، انتي جريد يعني انا واخده الصبغه من فوق لتحت، لكن ريتروجريد انا مركبه بالعكس. فانا ركبت قسطره في اليورينري بلادر واديت العيان ده كونتراست، ادي القسطره وادي البالون بتاعتها اللي هي مكانها هواء، وادي اليورينري بلادر. طيب اليورينري بلادر مليانه بالصبغه اللي هي الجزء اللي تحت اللي انا بشاور لكم عليه بالارو ده تمام. بس ايه الجزء ده؟ الجزء ده صبغه طلعت بره صح ولا غلط؟ صبغه طلعت بره اليورينري تمام. بلادر، يعني انا كنت فاكره. تمام، هي بالمنطق دي برر. صبغه يبقى طلعت دي بره اليورينري بلادر، يبقى انا كده عندي رابتشر الكست يوريني بلازم. رابشر يورينري بلادر. يتبقى انت لما بتجي لك حاله رابشر يورينري بلادر المفترض ان في سؤالين يتسالوا، هو اكسترا بريتونيال اور انترا بريتونيال، هل اسوشيتد بفراكشرز ولا لا؟ فلما يجي لك فيلم لازم السؤالين دول يبقوا موجودين تمام. فانا عندي في الحاله دي المفترض ادي الاكسترا فازيشن اللي موجود. الاكسترا فازيشن ده اوتلايننج للانتستاينال لوبس اللي هي الحاجات السودا دي تمام، تمام يبقى انا كده انترا بريتونيال. تمام اتفقنا؟ تمام يا دكتور، بس ما فيهاش اي صعوبه من اي نوع تمام. تمام. لا موستلي تمام، انا بس عشان اولموست سيستم. لا 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 لا، هو انا معاكي بس هي التفكير تاخدوه واحده واحده كده. اولموست معظم تمام، حالات اليورينري بلادر رابشر بتبقى اسوشيتد بيوروسرال انجري واسوشيتد ببوني فراكشر، فلازم تاخدوا بالكم في تمام كل الحالات سواء على الكلينيكال سيتنج او سواء في امتحانات في النقطتين دول بس تمام. تمام يا دكتور. طيب اللي ورانا سمر فرحات. طب دكتور، بعد اذنك، انا اسراء. هو كان في تمام فراكشر يا في مين؟ الناحيه اللي لا ده الساكرو إلياك جوينت يا إسراء، انت قصدك على ده؟ لا، ده دي الرايت كويس، انما الليفت حاسه ان في حاجه جنبه. لا هو انت قصدك على الخط ده؟ هو الخط ده لا هو ده مش حاجة، هو ده هي الحالة دي ما تمام. كانش فيها كسور، دي ما فيهاش كسور يعني عشان بس نبقى فاهمين. خليك انت معايا في تمام الحالة ديت بقى. ماشي. اه طب هو ده هيستوري تروما عيان، برضو؟ لا انا هقول لك ده عيان ايه، ده عيان كاردياك بيشنت مثلا، كان كاردياك بيشنت وجاي بابدومينال بين. فانت ايه يعني نفكر في حالة شبه كده ازاي؟ بدل في سبلين وفي كيدني، هتبقى غالبا ماشي مع انفاركشن. حلو جدا. طيب يبقى المفترض ان انا دلوقتي بفكر فيها ان انا عندي العيان ده واخد صبغه، لقيت ان انا عندي ويدج شيبد هايبودينستز موجوده في الاسبلين صح ولا غلط، ونان انهانسنج تمام. تمام، وزيها بالظبط موجود في الكدني صح. الكيدني. دايما لما تلاقي الكلو بتاع الحاله دي او الحاجه الدرس اللي انا بقوله لكم، لما تلاقي في حاجه فيها مالتيبل انفاركشنز واخده اكتر من اورجن، فكر في امبوليزم، ان العين ده يكون عنده حاجه بتشاور امبولاي، والامبولاي دي بتسد كذا فيزل
وممكن تعمل انفاركشن في مالتيبل اورجن. تمام، اتفقنا. تمام. بس طيب طيب الحاجه اللي انا قلتها لكم المره اللي فاتت، ان هو الفرق ما بين الاكيوت بايلونيفرايتس والفرق ما بينها وما بين الانفاركشن، فاكراه؟ ان إيه، ان الكيدني في الانفلاميشن هتبقى، في البايلونيفرايتس هتبقى انلارجد، ايوه. وهيبقى فيه سترييتد نيفروجرام. وايه كمان؟ في حاجه انا قلتها لكم المره اللي فاتت، هي الكبسول رام ساين دي الكورتيكال ريم ساين. وايه تاني؟ قلت هتفرق لكم، خالص. الله ينور، قلت لكم، قلت لكم في الاكسكريتوري ان انتوا صوروا ديليد اكسكريتوري، الحاله مش هتاخد صبغه مش تماما هتاخد سبعة. في الانفاركشن، لكن ممكن تاخد صبغه في الاكوت بالونيفرايتس. تمام يا اسراء؟ تمام. تمام، شاطره انت وقرو. طب هي احنا كده خدت صبغة، لا كده ما فيش، بس انت احنا عندك، هنا هي مش دليل. واخده، هي واخده. لا ده انا بقول لك، انا بفكرك، انا بفكرك بس باللي احنا قلناه المره اللي فاتت، لكن احنا هنا تمام زي ما انت بتقولي بالظبط. تمام، تمام خلاص. تمام طيب ناخد اللي وراه. ابتهال، ابتهال، يلا. ابتهال معانا، ابتهال. طب اي حد؟ طب سمر، سمر فرحات لو موجودة. ايوه يا دكتور، ايوه يا ماشي دكتور يا سمر. حضرتك. هو ده سي اي تي ميد ابدومين كده، واحد الليفل بتاع الكدني. تمام. الليفت كدني فيها يعني تقريبا هي اتروفايد، وفي فوكال ليجن كده فيها اير دينستي، مالتيبل اير دينستي. الاير ده ممكن يبقى فيزيمتاس فرايز. بالظبط كده، بالظبط. الحالة دي تفكروا فيها ازاي؟ ان بس انت يا دكتور حكمة وجود بس معلش، بس عشان كان في الانسان ما كانش عندي عايز يعمل ميوت اصلا، فعطل من عندي انا اسفة. لا مفيش مشكلة يا ابتهال، خليك اللي وراه. طيب ماشي. ماشي، بصي يا سمر، هو احنا عندنا تمام. حالة شبه كده. المفترض ان انتوا بتعملوا القصة ديت ازاي؟ انتوا بتعملوا القصة دي، بتشوفي الاول الكدني، الكدني دي المفترض ان هي بيبقى انت عندك 2 دينستي موجودين. الدينستي العادية بتاعة الكدني اللي هي مثلا انا عندي الكدني اليمين، مفترض ان هي واخدة انهانسمنت في رينال بارينكما. تمام، اللي على الناحية الشمال برضو في اجزاء واخدة انهانسمنت. تمام، بس في نفس الوقت انت عندك حاجتين تانيين، انت عندك اير واخد البارينكما، وعندك برضو في زي فلويد دينستي برضو موجودة اراوند الكدني اللي موجودة، والفات اللي موجود حوالين الكدني برضو مش حلو، يعني في سمادجت فات او ديرتي فات. فالحاله دي ده دايجنوستيك للامفيزيماتوس بايلونيفرايتس، ده الشكل بتاعها في الايميجنج، بلس ان انت دايما لما تلاقي عيان دايبيتك ده بيكونفيرم الدايجنوزس يعني. تمام، تمام. تمام. طيب عايزين ابتهال، ايوه معاك يا دكتورة حكمة. ثانيه واحده. ماشي يا ابتهال، هو ال left kidney، قصدي ال right kidney بتاع ده في البلفك تحت، مكانها تحت مكانها في ولا لا؟ تحت العكس فين؟ العكس، لا ثواني، لا هو الليفت هي اللي فوق، هي اللي تحت، قصدي الليفت هي اللي تحت. انا لا كده بص، صح ولا ايه؟ بالراحة، بالراحة، واحدة واحدة كده. هو زي كونجنتال انوملي فيها. بصي، واحدة واحدة، واحدة واحدة يا ابتهاء. انت فين الكدني اليمين وفين ايوه الكدني الشمال؟ الكدني الشمال اللي فوق اللي هي دي واليمين اللي تحت. واليمين تمام. دي، مش تحت وفوق ايوه بقى، هي ما تقلش تحت وفوق، احنا في الاجزالات بتتكلمي قدام وورا، تمام. فاهمة قصدي؟ فاهمة قصدي يا ابتهال؟ ايوه، في الأجزيالات أنت يعني مثلا بتقطعي، يعني الليفت مثلا تبقى هي اللي قدام. أيوه برافو عليك، الليفت دي هي اللي قدام، والكدني التانية ورا في مكانها الطبيعي.
فهمتي؟ الو، انت فهماني؟ تمام. بس فانت عندك فاهمه حضرتك، يعني اللي هي اليمين دي اللي في مكانها الطبيعي النورمال. الكدن اليمين دي في مكانها الطبيعي، لكن الكدن الشمال ديت هي اللي واخده anterior location مش طبيعي، صح؟ انا مش عايزاكي تقولي غير كده. تمام طيب هي مكانها مش طبيعي ليه؟ تمام تمام لان في حاجه مش طبيعيه وراها، صح؟ الفيزبرين يعني اللارج هي، مثلا في لا الزقها هي لتحت. انت عندك الكدن اليمين طبيعيه، واللي حواليها هو الفات الطبيعي، لكن الكدن الشمال تمام. مش طبيعيه، في مكان مش طبيعي عشان وراها حاجه مش طبيعيه شيطها لقدام، صح؟ طب ممكن تبقى يبقى ايه ده، مثلا يعني؟ يبقى انا كده بتكلم عن حاجه ريترو بريتونيال لوكيشن، يعني حاجه، ما هو ايه تمام. اللي ورا الكدن؟ الكدن دي ما وراهاش حاجه، يعني الكدن دي منها ورا للريبس، صح ولا غلط؟ هي فات وريبس ورا، صح. اللي وراها ده هو الريترو بريتونيال فات، فدي حاجه المفترض انها واخده ريترو بريتونيال بوزيشن. طيب انا قادره اميز الرايت سوس، حلو، لكن مش عارفه اميز او اشيل البتاعه دي من الليفت سوس. لو انا بهيستوري وقال لي ان العيان ده مثلا عيان كمات لوكيميا، مثلا. عيان لوكيميا او عيان تروما، يبقى ده ممكن يكون ريتروبريتونيال هيماتوما، تمام؟ ماشي يا تمام. ابتهال، انا بقول لك على هي طريقه اللي زقه التفكير، الكدني يعني. هي اللي زقه، مفيش حاجه تمام تزق يا استاذ. الكدني لقدام غير لو كانت ريتروبريتونيال لوكيشن، تمام؟ ده يعني ده اللي انا بقوله لك. يطلع بقى تمام. ريتروبريتونيال ابسس، يطلع ريتروبروتونيال هيماتوما، يطلع ريتروبروتونيال لايبوما، ريتروبروتونيال لايبوساركوما زي حاله الاسبوع اللي فات، فهو ده كله بيبقى ريتروبروتونيال لوكيشن. ماشي يا حبيبتي؟ تمام. طب انا افرق ما بينهم ازاي يعني، او اعرف نفرق ما بينهم مثلا ازاي؟ ده ايه اللي زقها بص، من الهيستوري؟ اولا بالكلينيكال هيستوري، ده اول حاجه. تاني حاجه، انت لو جيتي دورتي على دي هتلاقي ان انت تمام. عندك فيها، وركزتي شويه هتلاقي ان فيها جزء قدام شويه شبه الفلويد دينستي، وجزء وراني شوية هايبر عن الجزء اللي قدام، تمام؟ يعني في عندك حتة اللي هو الجزء ده كله المفترض ان هو اغمق شوية من الجزء اللي تحته، صح ولا غلط؟ ايوه. لا واضح. واضح. فده غالبا اتنين بلاد كومبوننت، تمام؟ بلس ان هي مش هتاخد صبغة، الهيماتوما ما بتاخدش صبغة، لكن لو اي تيومر طالع لتروبرتونيال هياخد صبغة، تمام؟ تمام. لو ريتروبرتونيال ابسس، لا، ممكن تلاقي فيه هواء موجود فيه غير الفلويد اللي موجود، ممكن تلاقي فيه تآكل في الفرتبري اللي حواليه، تمام. لانه غالبا بيبقى يعني انفكشن بروسيس واخده البون وواخده كمان الريتروبرتونيال سوفت تيشوز اللي جنبه، تمام؟ تمام بس تمام مش عايزه اكتر من كده. تمام شكرا يا دكتورة حكمة. العفو يا بتاعي، برافو عليك. مين ورانا؟ سمر. سمر فرحات اتكلمت معايا. سمر فرحات، قول يا ايوه سمر. دي حالة كويسة. هو هنا في كدني الترا ساوند في الكدني تيست في البلفس وعلى الناحية وعلى الناحية التانية في السي تي جبت كدني برضه في الوجد والبلفس كده في او رينال ساينس في مالتيبل برضه مالتيبل ويل ديفايند كده فوكال ليجن تقريبا برضه سيستس يعني ممكن تبقى بارا بلفيك سيست كده ولا برافو عليك، برافو عليك، بارا بلفيك سيست. برافو عليك. الكونسبت بتاع الحاله ديت ايه، او الكلو بتاع الحاله ايه؟ ان انت دايما بتلاقي حاجات موجوده في الرينال ساينس، تمام، مش كوميونيكيتنج مع الرينال بلفس. يعني انا لو جيت في السونار هلاقي ادي واحده، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الرينال بلفس اهو، والحاجات دي كلها موجوده في الرينال ساينس اللي هم اللي عليهم اسهم دول، ونوت كوميونيكيتنج ويز ذا رينال بلفس. فده الكلو الاولاني، تمام. نيجي ندي العيان ده صبغه، العيان ده هتلاقيه فرز، لو بفرض ان ده هيدرونفروزس او وات ايفر، المفترض انه هيتملي بالصبغه دي، صح؟ صح ولا غلط؟ أيوة لكن انا تمام. ما بلاقيهوش كده، انا بلاقي الرينال بلفس اتملى بالصبغه، وفي كالكس برضو فوق هنا في صبغه، والحاجات اللي موجوده ديت هاز نو ريليشن بالكالكس ولا ليها ريليشن بالرينال بلفس، صح؟ يبقى انا بتكلم عن رينال ساينس سيست، ده اسمها التاني، هي اسمها رينال ساينس سيست او بيربلفيك سيست زي ما انت بتقول، تمام؟
بس هو تمام ده يعني ده اللي يفرقها من حاجات أخرى. تمام. تمام طيب مين معايا في الحالة دي؟ سمر طب الخضراجي. معلش معلش يا دكتور حكمت، في ايه الفرق ما بين البري بيلفيك والبارا بيلفيك؟ لوكيشن، لوكيشن ليس إلا. البيري بيلفيك المفترض انها بتكون يعني حوالين الرينال بيلفس اكتر او رينال ساينس اكتر، لكن البارا المفترض انها بتكون شويه يعني ان ايه ان بريفرال لوكيشن رذر ذان الثانيه اللي هي بتكون موجوده في قلب الرينال ساينس. تمام. انا الصراحه بحب ان انا لو شفت منظر زي ده بسميه رينال ساينس تيست وبخرج من الدايليما دي. تمام. هما هي الاثنين يا اسمها دكتور كده، الامفاتيك هي اسمها كده، اوريجين، هي اسمها كده، يعني بيبقى ليمفاتيك اوريجن، سواء بره بيلفيك او بيري بيلفيك. اه تمام ليمفاتيك اوريجن غالبا. اه تمام، برافو عليكم. تمام طيب سمر الخضراجي معانا؟ ايوه دكتور. ماشي يا سمر. هي هو انا شايفه في بالنسبه للرايت كيدني برضو في هايبودنس ليجن، وحاسه ممكن يبقى فات، برافو. ممكن تبقى انجيومايلايبوما، بس دي هي داخله انجيوم. على رينال ساينس يعني. ماشي. بصي بقى، انت بتقولي داخله على رينال ساينس، يعني انت قصدك ان ده ممكن يكون شويه مش بيميزها عن يعني انها ان هي مش تبقى انجيومايلايبوما قوي، صح؟ لا عادي، اه ان انت هي مش عندك، لا 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 لا، دي تركزوا في انجيومايلايبوما. الانجيومايلايبوما المفترض ان هي اسمها انجيومايلايبوما، فبالتالي ان هي بتبقى عباره عن ثلاثه كومبوننت، يعني فيها فاسكولار ستراكشر، وفيها الجزء الثاني اللي هو الانجيو مايو، مايو ده اللي هو جزء بيبقى ماسكولار شويه، والجزء الثالث اللي هو الفاتي. ماشي. واكوردنج تو ذا بريدومينانس اوف اني ستراكشر فيهم، فهي على ما تبدو يعني ممكن في انواع يبقى الفاسكولار ستراكشر فيها اعلى شويه، والنوعيه اللي بيكون فيها الفاسكولار ستراكشر اعلى شويه بتبقى قابله ان لو حصل رابشر تعمل سيفير هيموريدج. تمام. وبتجيلنا كومبليكيتنج بالموضوع ده، يعني انا شخصيا شفت منها كذا حاله ان يبقى انجولايبوما وربشرت وعملت هيموريتش. تمام. تمام. فديت يعني فكرة ان هي دي معناها انها اكثر بناين وان هي انجو ماي لايك. بس دي مثلا الفات كومبوننت هو الاكتر فيها. تمام. فلما بتشوفي الفاتي ليجن، انتوا بتعرفوا الفاتي ليجن ازاي؟ انتوا قلتي لي على شكلها فاتي، لا هو لازم تقولي ان هي بيرفكت فاتي، يعني انت بتقارني ما بين الكونتنت ده والكونتنت اللي موجود في البريتون والكونتنت اللي موجود سبكوتينيوس، هما الاثنين زي بعض من غير ما نقيس ومن غير ما نعمل، فده فات. تمام تمام. بس يعني ده منعا للايه؟ منعا للتلبك يعني. آه. طيب مين معايا؟ آه، محمد لاشقر. محمد لاشقر. ايوه محمد، علي صوتك كده وقول لي. تمام. هو الليفت كدني شكلها اللارجد ان سايز، و تمام. فيها كذا فوكال ليجن كده، واخد بريفرال انهانسمنت في الفيس بتاع الارتيريا. انت قصدك على ده؟ قصدك على ده؟ اه تمام. ان هو اخد هنا شوية، صح؟ تمام، كمل. طيب بص، تمام. انا هقول لك على حاجه بقدر من التدقيق شويه برضو، هتلاقوا ان انا قدام حاجه فيها حاجتين. انا عندي كدني يمين كويسه، والكدني الشمال دي على ما يبدو ان في حاجه حواليها بانت اكتر في الفيز الارتيريال اللي هي الفيز دي. حواليها ايه؟ عندي ليجن موجود اكزوفيتك شويه من الكدني اللي هو اخد صبغه في الارتيريال، يعني لما تيجي تقارني الحاجه المدوره اللي هنا بالحاجه المدوره اللي هنا في almost increased in enhancement، يعني هنا المفترض ان هي هايبو شويه، لكن لما اخذت صبغه فالمفترض انها نورت شويه، لا اختلاف على ذلك، صح؟ تمام صح؟ طيب الحاجه الثانيه، صح. انا عندي حاجه موجوده هنا شويه مهيبره في الدنستي بتاعتها عن الدنستي بتاعت الكدني الاصليه، يعني الكدني الاصليه انا اقدر ان انا ارسم الكدني الاصليه عادي، لو في تول كده ان احنا ارسم، بس مش عارفه هيرسم ولا لا.
يعني مثلا انا عندي الكدني الاصليه اللي هي دي، ثانيه كده، مش بيرسم، بس يعني هنعمل نفسنا ان احنا بنرسم ان دي شكل الكدني اهي، وان في حاجه كيرفي لينير حواليها، صح؟ ولو جيت دققت هتلاقي ان الكدني هايبودنس عنها شويه، وان الحاجه دي مهيبره سنه، صح ولا غلط؟ مظبوط يا دكتور. صح والله. لما جت بقى انت اخدت صبغه، فالكدني نورت والحاجه اللي حواليها دي ما اخدتش صبغه، فانت قدام ليجن اخد صبغه وحاجه كيرفي لينير ما اخدتش صبغه، صح ولا غلط؟ تمام صح. تمام. فانا دلوقتي اللوجيك يقول لك ايه؟ يقول لك ان الحاجه دي هيماتوما وسب كابسولار هيماتوما، لان هي ضغطه على الكدني شويه، وان انت ريليتد لليجن اخد صبغه. احنا قايلين من المره اللي فاتت ان ليجن ياخد صبغه اكتر من 20 هاوسن فيلد يونت، فاحنا بنعتبر ان دوت ار سي سي البروف ده اذر وايز. فانا قدام ار سي سي والار سي سي دي عملت هيموريتش، تمام؟ تمام بس هي يعني ما فيهاش اي حاجه غير ان انت ترتب افكارك بس. بس احنا بتعلم ما عملناش حاجه ده. طيب حد يقول لي بقى في دي، يلا مين هيقول؟ أنا شايفة رايت حلو أدرينا الماس حلو حلو. بصي يا من سارة، الدفاعين بصي يا سارة، شركة بصي يا سارة، عشان برضو اديك الكلو، انت عندك الحالة ديت او الصورة الاولانية بصبغة فيها استراكشر، تمام؟ الصورة التانية نفس يعني اتصورت في نفس الحالة، بس يعني الصورة تحتها سنة، تمام؟ الصورة التالتة دي بعدها بثلاث شهور. 3 شهور. اه، انت شايفة ايه؟ هي ممكن تكون هيموريدج، ادرينال هيموريدج برافو مثلا. عليك، برافو عليك. هي تعرف من كده ان انت عندك الادرينال ستراكشرز دي نشغل فيها دماغنا. انت عندك يا اما بتتكلم في ادرينال ادينوما، يا اما مايلو لايبوما، يا اما في يا ادرينال ما ديبوزيت، يا اما في كروموسايتوما، يا اما هيموريدج. هما بيتعدوا على الصوابع، ده بالنسبه للناس الكبيره، يعني الصغيرين مالكوش دعوه في السكه دي. السكه دي بس انا عايزاك تاخد بالك من حاجه، ان انا قدام ليجن في مكان الادرينال جلاند، والليجن ده حواليه فات ستراندنج زي ما هو واضح كده. بعد 3 شهور لقيت الليجن ده صغر في حجمه، يبقى انا كده قدام ايه؟ قدام حاجه بتقل في حاجة حجمها، يبقى مفيش ورم، مفيش ورم من غير حاجه هيقل في حجمه، منطقي صح ولا غلط؟ ايه اللي بيحصل صح. في الادرينال جلاند تاني؟ الادرينال هيموريتش. ماشي ماشي تمام. ماشي، اتس ا جود كيس، شاطره يا ساره. شكرا. طيب مين معايا تاني؟ ممكن مين اللي هيتبرع ويقول لنا مين؟ تمام يا دكتور، ممكن اقول مين؟ كده. سمر، ماشي يا سمر. هو في هايبودنس فوكال ليجن كده في الساينس او في الفيلفس بتاع الليفت كيدني، والفيزل اللي باين في وسطي ده رينال ارتري او فين ماشي. ارتري. هي الليجن دي يعني مش عامله انكيسنج الفيزل، بس مش يعني مش عامله كومبريشن يعني. برافو عليك. الصورة التانية برضو بيري نفرك، الليجن دي موجودة بيري نفرك كده برافو عليك. حوالين الكدني، فهي الحاجة اللي هي بتحترم الفيزل دي أكيد الليمفوما يعني. برافو عليك، شاطرة يا سمر. بصي احنا قدام، بصوا يا جماعة، لما يبقى عندك ليجن، الليجن ده المفروض الليمفوما دايما تعرف بحاجتين: الانكيسمنت بتاع البلاد فيزل، ان هي بتنكيس البلاد فيزل. الحاجه الثانيه ان هي بتحترم الاورجنز اللي بتبقى معاها، يعني عمر مش زي مثلا حاجه سب كابسولار فراحت كبسه على الكدني، لا، انت قدام حاجه بيري نفرك او محوطه الكدني ومع ذلك ما ضغطتش الكدني، بعكس السب كابسولار اللي لقيتوها ممكن تروح ايه مطبقه السطح بتاع الكدني شويه، صح ولا غلط؟ صح. تمام. هي الكدني دي مش متطبقه، انت عندك كدني حواليها ليجن، والليجن ده عامل انكسمنت او مضوء محوط البلاد فيزلز اللي موجوده. ان اديشن انت عندك ليمف نود قدام الاورطه،
هي الاورطه المفترض ما بيبقاش قدامه حاجه، فديت باثولوجي كلمة في نود، تمام؟ فدي لمفومة طبعا من الانواع اللي بتحصل في والسبلين كبير طبعا، السبلين ده كبير، فمن انواع الليمفوما اللي ممكن تحصل حاجه اسمها بيري نفريك ليمفوم. انا طبعا الصغيرين انا مش عايزاكم تعرفوا الحاجات دي يعني، بس تلقط شكل الحاجه يعني وشكل الساين اللي احنا بنقول عليه. انا يهمني الساين اكتر من الباثولوجي اللي احنا بنتكلم فيه، تمام؟ دكتور ديت حكمت معلش، صوره الحالة اللي قبل كده، بس الصورة اللي على اللي هي على الشمال دي، هي الليجن الهايبودنس ده الليجن فيها، ولا هي اللي حوالين لا الكدني انت اللي قصدك مفهوم الهال؟ ده سيست، ده انا كده سيست. بتكلم على تمام. ده، انا بتكلم على ده اللي محوط الرينال بلفس واللي محوط الرينال تمام كاركول، تمام؟ تمام هي هما دول حالتين، حالة واحدة ولا؟ حالة واحدة بس في سيكشنز مختلفة، تمام؟ تمام. هو فاضل كده حالتين فيديو انا هوريهم لكم، بس تقريبا السيشن هتخلص، تمام؟ فممكن ندخل تاني يعني، ندخل تاني نبص عليهم، ويبقى كده يعني دول بتوع النهارده عشان ما بقاش تقلت عليكم يعني، تمام. ماشي؟ تمام. طيب ديت حالة فيديو.